نظم حزب مستقبل وطن المرحلة الخامسة من مبادرة هدية الرئيس الخاصة باستبدال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز بمحافظات قنا والشرقية، سوهاج والمنيا، الأقصر والفيوم، الوادي الجديد وأسيوط. ويؤكد الحزب على استمرار مبادراته المجتمعية التي تهدف إلى تفعيل رؤى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة. ازيك يا نادر عبد الملاح من جنة. احنا نشكر السيد رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله احنا جينا سلمنا القديم وهنستلم جديد. والله ما دفعنا اي فلوس ولا حتى جنيه. محمد عبد الحميد ياسين من محافظة الأقصر، وبارك الله فيك يا رئيس، واحنا مأيدينك في كل خطوة تخطيها. انا اسمي احمد حسين علي عبد العال من محافظة الوادي الجديد. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. احمد رجب عبد الرشيد من محافظة المنيا مركز بني مزار، جايين بنسلم العربات البيجول القديمة وبنستلم مكانها عربية جديدة من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ربنا يخلي لينا ويخلي لمصر، وتحيا مصر. عبد الله نبهان محمد من محافظه المنيا مركز بني مزار. بشكر سيادته على المشروع العظيم اللي عمله ده، وربنا يخليه لمصر، وتحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، وربنا يخليك لينا سعاده الرئيس. كتر الف خير، وربنا يعلي من شانه كمان وكمان، ويقعد له في صحته وفي عافيته ان شاء الله. ياسر وحيد محمد من محافظة الشرقية، جيت سلمت على العربية القديمة واستلمت العربية الجديدة، وكان في تسهيل جميل جدا في الإجراءات، وربنا يبارك لنا في عمر سيادة الرئيس يا رب. استلمنا عربية من بدارة الرئيس هدية، ويسلم الرئيس، والله يخليه الغلاب الرئيس، وباركنا الله فيه. أنا أحمد حمدي حسن تمام من سوهاج، بسم الله ما شاء الله، يعني إمكانيات تمام، بسم الله ما شاء الله، عربيات حديثة معدلة 100%، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اعتراضنا يبقى علشان اتفاق، ومصر تبقى بينا أعلى، وتبقى عند ولادها أولى، وهو ده بقى معنى الوفا والانتماء. تعظيم سلام لمصر وأرضها، أشكر سيادة الرئيس، وتحيا مصر، وتحيا مصر، تفضل حية طول عمرها مصر، 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 تحيا مصر. ربنا يخليكوا يا رب ويخلي السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شاكرين يا رئيس. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ربنا يخليك لنا يا رئيس، ربنا يخليك للغلابة يا رئيس. نشكر الرئيس، جاب لنا عربية حديثة، وجايين النهاردة نستلمها أنا وابني من الفيوم. فتح يا مصر، فتح يا مصر، فتح يا عبد الفتاح السيسي. نشكر سيادة الرئيس على الهدية الجميلة. احنا سلمنا العربية القديمة واستلمنا عربية جديدة. شكرا جدا لسيادة الرئيس، شكرين. تحيا مصر. انا جاية من محافظة جنة، وكانت هنا يعني التسهيلات تمام كلها، وبنشكر السيد الرئيس، ويا رب يكون ناصر للغلابة كده، وعشمانين فيه في اللي جاي ان شاء الله.
نحب غشيشي.